تابعنا والناس اصبح عندها فكره كبيره جدا عن عمليات الحقن المجهري. في سؤال بتطرحه واحنا قاعدين في العياده، العيانه هي اللي بتيجي تقول احنا هزع اجنه اليوم الثالث ولا اجنه اليوم الخامس، وايه الفرق بين اجنه اليوم الثالث والخامس؟ بمنتهى البساطه الاجنه سواء في اليوم الثالث او اليوم الخامس هي اجنه مخصصه للحقن المجهري، ولكن توقيت وضع هذه الاجنه داخل تجويف الرحم هو اللي بيقول دي اجنه اليوم الثالث او اجنه اليوم الخامس. يعني عشان اقرب الصوره للساده المشاهدين، هذه السيده لجأت الى الحقن المجهري، لجأت الى ادويه تنشيط، وتم سحب البويضات خارج الجسم اللي بنسميها عمليه سحب البويضات. النهارده اعتبر السبت، لو انا خدت هذه البويضات وحقنتها بالحيوانات المنويه يوم السبت، نبدا نعد بقى الحد الاثنين الثلاث. يوم الثلاث لو انا وضعت هذه الاجنه داخل تجويف الرحم بنسميها اجنه اليوم الثالث، لو انا انتظرت عليها يومين اكتر يعني انتظرت الاربع وزرعتها يوم الخميس بنسميها اجنه اليوم الخامس. يعني احنا بنبدا نحسب عدد ايام او عدد عمر الاجنه بعد اليوم بتاع عمليه سحب البويضات، يعني اليوم اللي بيتم فيه سحب البويضات بنسميه اليوم الصفري، اللي هو ما بنبداش نعد عمر الاجنه من عندها، لانه في بعض الناس بيلتبس على الامر وتبدا تعد عمر الاجنه من اليوم اللي سحبت فيه بويضات. لا، احنا بنبدا نعد الاجنه من اليوم اللي بعد سحب البويضات. طيب امتى ازرع اجنه في اليوم الثالث وامتى ازرع هذه الاجنه في اليوم الخامس؟ مبدئيا نقل الاجنه داخل تجويف الرحم بعد 5 ايام من سحب البويضات اللي بنسميها اجنه اليوم الخامس، هو ده الطريق اللي احنا بنمشي عليه في معظم الحالات بتاعتنا، لانه بيؤدي الى رفع نسبه النجاح، وبيؤدي الى رفع نسبه النجاح في الحقن المجهري بنسبه كبيره جدا، لانه زرع الاجنه في اليوم الخامس هو افضل بكثير جدا. طب ليه؟ لانه هذه الاجنه وصلت الى النضج الكامل في اليوم الخامس. هذه الاجنه اللي قدرت تستحمل انها تقعد لغايه اليوم الخامس وانتظرت من اليوم الثالث الى الخامس، الاجنه اللي ما قدرتش تنقسم وتواصل الانقسامات بتاعتها ضعفت، وبالتالي لم تكمل الطريق، واللي كملت الطريق هي دي الاجنه القويه. يعني بمعنى اصح البقاء الاصلح. يعني بمعنى اصح انه الاجنه اللي انا وصلت لليوم الخامس ووضعتها داخل تجويف الرحم هي دي كانت الاجنه القويه جدا، وكانت الاجنه القابله على الانقسامات بصفه مستمره، وكانت اجنه من الدرجه الاولى. ولكن مش معنى ان احنا زرعنا اجنه في اليوم الخامس ان مفيش حاجه اسمها زرع الاجنه في اليوم الثالث. لا، هناك مجموعه معينه من السيدات من الممكن ان يكون زرع الجنين في اليوم الثالث افضل بكثير من زرع الجنين في اليوم الخامس. اللي هم مين مثلا؟ في مجموعه كبيره جدا من السيدات ممكن تكون عندها فشل متكرر في الحقن المجهري. يعني سيده عملت 3 أو 4 محاولات حقن مجهري وكل مره كانت بتزرع هذه الاجنه في اليوم الخامس. طبيعي جدا ساعه ما احب اغير الفكر الطبي في اداره هذا الملف ان انا ابدا ازرع لهذه السيده في اجنه اليوم الثالث. هترد عليا تقول لي بس اليوم الخامس افضل يا دكتور. ماشي، بس قد يكون عند حضرتك اليوم الثالث افضل من اليوم الخامس. يبقى كل سيده سواء بتزرع الثالث او الخامس مرجعيتها الى الطبيب المعالج بتاعها. يبقى انا لو زرعت السيده يوم مره واثنين وثلاثه، او جت زوجه تقول لي انا عملت 4 مرات حقن مجهري وكنت بزرع كل مره في اليوم الخامس وفشلت العمليه، مش المنطقي ان انا ازرع ليها اجنه في اليوم الخامس. لا، الافضل ليها في هذه الحاله هي اجنه اليوم الثالث. في بعض السيدات لما تخطوا سن ال 40 سنه عندهم استجابه المبيض ضعيفه شويه، وبالتالي عدد البويضات المستخرج من المبيض في هذه الحاله بيبقى قليل، وبالتالي عدد الاجنه الناتجه بعد اخصابها بالحيوانات المنويه بيبقى قليل جدا، وبالتالي انا ما عنديش القدره ان انا اضمن هذا الجنين انه لو انا انتظرت من اليوم الثالث الى اليوم الخامس هيكون انقساماته كويسه جدا. ولكن بقوم في هذه النوعيه من السيدات بنقوم بزرع الاجنه في اليوم الثالث افضل من اليوم الخامس. قد يكون الرحم احن على هذه الاجنه اللي تم نقلها في اليوم الثالث افضل من الحضانات عندي لو انا انتظرت من اليوم الثالث الى اليوم الخامس. يبقى اذا هي حالات معينه، ليست كل الحالات لازم تزرع اليوم الخامس، ولكن في حالات من الممكن انها تزرع في اليوم الخامس، وهناك حالات اخرى ممكن تزرع في اليوم الثالث. هناك نسب نجاح في اجنه اليوم الخامس وهناك نسب نجاح في اجنه اليوم الثالث، وبالتالي سواء احنا زرعنا لهذه السيده في اليوم الثالث او اليوم الخامس، احنا اكيد بناء على خطط علاج موضوعه، بناء على التاريخ المرضي لهذه الزوجه، بنبدا ناخد القرار السليم سواء هنزرع لهذه السيده في الثالث او الخامس. We'll be right back.
you.